أسواق عالمية في إكويتي جروب. لينا أهلا ومرحبا بك معنا. إذا البيانات الاقتصادية الصينية سواء مبيعات التجزئة أو حتى الإنتاج الصناعي جاءت أقل بكثير من المتوقع، وتحديدا بالنسبة لمبيعات التجزئة. إلى أي مدى سنبدأ ونشهد فترة جديدة نعود ونشهد فيها ضغط على البيانات الاقتصادية بسبب متحورات كورونا حول العالم؟ أهلا بك مي. بالفعل الإنتاج الصناعي انكمش 6.4 انكمش الإنتاج الصناعي تقريبا ب 6.4%، وهو أدنى مستوى منذ 11 شهر الماضي. وبالتالي نحن نرى أيضا تراجعات أيضا لمبيعات التجزئة كما ذكرتي، تراجعات كانت انخفاضات ب 8.5%. إذا نظرنا إلى الإنتاج الصناعي الواحد انكماش أيضا في إنتاج المنسوجات ب 1%، المصادر غير المناجم 2.16% انكماش، ايضا انتاج السيارات تراجع ب 15.8%، ارتفاع في معدلات البطاله. يظهر انه بالفعل يعني انتشار متحور دلتا يؤثر بشكل كبير على التعافي الاقتصادي. لا نتوقع انهيارات اقتصاديه كالتي حدثت في عام 2020، لانها الدول العظمى بشكل عام او الدول لا تتجه الى دول العالم الى اغلاقات اقتصاديه التي حدثت في عام 2020، لكن هناك إجراءات تقييد من الكثير من الدول ومنها الصين، وهذا بالتالي سيضر على التعافي الاقتصادي. فبالتالي ربما يعني خاصة أنه الاقتصاد الصيني بدأ بضخ المزيد من السيولة من خلال القروض المتوسطة الأجل، هذا بيؤدي إلى يعني دليل أنه هذه السيولة هي لدعم التعافي الاقتصادي، لدعم الاقتصاد في الصين. فنحن إذا نظرنا إلى البنوك المركزية الأخرى، معناتها البنك المركزي الأوروبي، ممكن بنك اليابان المركزي، لا يتجه إلى أي الآن إلى تشديد السياسة النقدية في الوقت الراهن. وربما نحن نعلم أنه الفدرالي الأمريكي نتيجة بيانات الوظائف الأمريكية كان انه يتجه الى تقليص برنامج شراء الاصول، لكن التوقعات انه يكون بوتيره ابطا من ذلك. بالفعل هناك تباطؤ في الاقتصاد الصيني، ويظهر انه البيانات الاقتصاديه ستصدر لاحقا ستدل على تباطؤ في الاقتصاد الصيني. فيعني فبالتالي هذه مؤشر على انه هناك تباطؤ، وبالفعل متحور دلتا واجراءات التقليل تؤثر بشكل كبير على وتيره التعافي الاقتصادي. دعينا ننتقل للحديث عن الذهب. الذهب الذي لا يزال بالقرب من يعني مستويات ال 1800 دولار إلى حد كبير، وخصوصا بأنه معنويات المستهلك الأمريكي كانت قد سجلت تراجعات إلى أدنى مستوياتها في 10 سنوات. إلى أي مدى نتوقع بأن المزيد من البيانات الاقتصادية وتحديدا الأمريكية السلبية قد يعود ويدعم الذهب فوق ال 1800 دولار؟ بالنسبة لأسعار الذهب عم نشوف يعني عودت، مثلا إذا نظرنا نحن نعلم أن أسعار الذهب ترتبط بعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وعم شفنا كيف الجمعة عوائد سندات الخزانة الأمريكية انخفاض، اليوم ميل للانخفاض، الدولار الأمريكي فيه ارتفاع بطيء بما أنه تربطه علاقة عكسية مع أسعار الذهب. الذهب على تراجعات، طبعا نحن نترقب أهم تصريحات لجيروم باول وأيضا محضر اجتماع الفدرالي الأمريكي، عم نترقب هذا الشيء، فراح نشوف تذبذب لأسعار الذهب في الفترة يعني خلال فترة هذا الأسبوع، بيكون أنه تشهد أسعار الذهب تذبذبا. فبالتالي يعني بالتالي أي إشارات أو تلميحات لتقليص برنامج شراء الأصول من قبل الفدرالي الأمريكي سوف يؤثر على الذهب بالانخفاض، لكن لو ما تم أي تقليص لبرنامج شراء الأصول سوف يدعم أسعار الذهب نحو الارتفاع، لكن التوقعات كلها ما تشير إلى أنه سيكون هناك في تقليص لبرنامج شراء الأصول خلال الفترة القادمة بسبب بيانات الوظائف الأمريكية القوية. بنفس
الوقت ذكرتي ثقه المستهلك الامريكي في تراجع، في عندنا تراجع في قطاع الخدمات بالرغم من قطاع الصناعات التحويليه عم نشوفه بيانات فيها ارتفاع، لكن التوقعات في هذه الفتره انه يكون في تذبذب في هذه الفتره لحتى يبين اي اشارات من جيروم باول حول تصريحات حول تقليص برنامج شراء الاصول، فاتوقع يعني سيكون هذا يعني حان الوقت ان يعلن جيروم باول خلال الفتره القادمه انه نتيجه هذه البيانات الوضع الامريكي القويه انه يكون في بدايه تقليص برنامج شراء الاصول البالغ 120 مليار دولار شهريا، فبالتالي ربما هذا التذبذب اللي نشهده نتيجه التوقعات بأن يتحدث عن هذا الأمر خلال هذا الأسبوع، نحن نترقب. طيب دعينا نتحدث أيضا عن النفط برنت دون 70 دولار، كان لدينا توقعات من الـ EIA بأنه في تباطؤ بالنفط بالطلب على النفط خلال يوليو وتوقع باستمرار التباطؤ بالنصف الثاني من هذا العام بفعل دلتا، وحتى جولدمان ساكس قلص بشكل كبير من العجز المتوقع في النفط خلال النصف الثاني من هذا العام، وبالتالي كل التوقعات تذهب تجاه إلى أن دلتا سيترك تأثير كبير على أسواق النفط خلال النصف الثاني. ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لمستقبل الأسعار؟ هل يعني النفط لن يكون مدعوم عند مستويات 70؟ نعم، أتوقع أن الاتجاه الهابط للنفط وارد تماما، وربما تتجه أسعار النفط 65 ولا بريد 67، ولو كسر أسعار النفط الخام الأمريكي الخفيف 65 ربما نتجه إلى اتجاهات هابطة. كما ذكرت انتشار متحور دلتا بشكل عام يضغط على أسعار النفط وخاصة بسبب إجراءات القيود من أكبر الدول المستهلكة للنفط مثل الصين، وكما ذكرت أيضا وكالة الطاقة الدولية قالت انه توقف الطلب على النفط تماما خلال شهر يوليو، الانخفاض تقريبا ب 120، فبالتالي التوقعات ايضا بان يكون هناك تباطؤ في الطلب على النمو في الطلب على النفط خلال النصف الثاني بواقع اقل من 500 مليون برميل يوميا، نصف مليون برميل يوميا، مقارنه بالتوقعات التي اصدرتها وكاله الطاقه الدوليه، فبالتالي التوقعات انه بالفعل يكون هناك تراجعات لاسعار النفط، وكما عم نشهد احنا في انخفاضات لاسعار النفط ب 1.13%، تراجعات مستمره، ويعني عم نشهد تراجعات خلال الشهر تقريبا بنسبه 9%، فاتجاه احتمال الاتجاهات الهابطه وارده بالنسبه لاسعار النفط. شكرا جزيلا لك لينا قنوع محلله اسواق عالميه في إيكويتي جروب.